معلقة فازلين سايح على نقطتين من زيت جوز هند أو زيت الورد، مع نقطتين من دم الغزال أو معلقتين أو نقطتين من البنجر، وقلبيهم على بعض وصبيهم في صوابع الروج الفاضية أو صوابع زبدة الكاكاو الفاضية أو علبة صغيرة، يبقى عندك أحلى زبدة كاكاو تمنع تشقق الشفايف، معطرة ومرطبة ورخيصة كمان بالشكل ده. يلا نشوف الفيديو مع بعض.